عشاق كمال الأجسام والفتنس أينما كنتم، السلام عليكم. تشكل العضلة ثلاثية الرؤوس ما يقرب من ثلثي حجم ذراعك العلوي، لذلك إذا كنت تريد أذرعا كبيرة فإن الاهتمام بالترايسبس أمر لا بد منه. المشكلة أن كل متدرب له نهج مختلف، يقوم البعض ببساطة بكل أنواع تمارين التراي، بينما يقضي البعض الآخر حصته في تمارين الكابلات فقط، وغيرهم يقضيها تفكيرا زائدا في أي تمرين تراي سيختار اليوم. كالعادة سنزيل الغموض عن هذه العضلة ونقترح عليك أفضل ثلاث تمارين علميا وعمليا لاستهداف كل زوايا ترايسبس، فتابع معنا. التمرين الأول، إذا كنت تريد استهداف الرأس الطويلة فهذا التمرين ممتاز لهذا الغرض، لأنه بتواجد ذراعك خلف رأسك تضع الرأس الطويلة في أقصى تمدد لها، مما يجعلها تحت الضغط طيلة التمرين. خذ خطوة للأمام وتأكد من أن الوزن معلق، افرد ظهرك ووجه رأسك للأمام، أقرب ذراعيك من رأسك لتفعيل الترايسبس، ومدد ذراعك للأمام بشكل مستقيم وليس للأعلى والأسفل، احصر العضلة في نهاية الحركة وتوقف قليلا، ثم ارجع ببطء وتركيز لأقصى تفعيل. لا تقم ابدا بتحميل اوزان تمنعك من الحفاظ على وضع ثبات جسمك، هذا تمرين عزل لا يتطلب وزنا عاليا الذي قد يشكل خطرا على مرفقيك. استهدف ما بين 10 و12 تكرار في 3 جولات. التمرين الثاني، السبب الذي يجعلك تشاهد هذا التمرين في هذه القائمة لأنه حسب دراسة أجراها العالمان بيرنس وبوسكيز، اختبرا 10 تمارين ترايسبس ووجدوا أن السحب بالكابل هو الأفضل لاستهداف الرأس الجانبية من الترايسبس، سواء بالبار العادية أو المقوسة. لا يوجد فرق تفعيل بين القبضة العادية والمقلوبة في تنشيط الترايسبس، إلا أن القبضة المعكوسة تحد من الوزن الذي تستخدم، ولهذا اختر القبضة العادية فقط. كثير من الناس يتركون مرفقيهم يتارجحون للأمام والخلف أثناء الحركة، هذا يساعد في رفع المزيد من الوزن، لكن في الواقع يقحم عضلات الأجنحة بالظهر لإكمال التمرين. خطأ آخر يقع فيه المتدربين هو دفع الكوعين للخارج، هذا يسهل التمرين لأنه ببساطة يقحم عضلات الكتف والصدر كذلك. إذا كنت ترغب في إعطاء الأولوية للعضلات ثلاثية الرؤوس، ثبت كوعيك وستشعر بتقلص أفضل بكثير. يميل العديد من الأشخاص إلى ثني معصمهم في نهاية الحركة معتقدين أن هذا ينشط التراي أكثر، لكن على العكس من ذلك يزيل التوتر عن التراي ويضع ضغطا غير مرغوب فيه على معصمك. تأكد من تجنب هذا الخطأ لسلامة معصمك. استهدف ما بين 6 و8 تكرارات في 3 جولات. التمرين الثالث، خيار ممتاز لإنهاء تمرينك وضرب الرأس الوسطى من عضلة التراي، يناسب جميع المستويات ويمكن القيام به في أي مكان. ومجددا العالمين بوسكيس وبيرنس يقترحان هذا التمرين على أنه الأفضل لعزل العضلة الوسطى. يمكنك البدء بوزن جسمك فقط، ومع تقدم مستواك تضيف أوزانا فوق ساقيك للمزيد من التحدي للعضلة. أثناء النزول أبق مرفقيك قريبين من بعضهما مع ذراعيك العلويين على جانبيك، وحافظ على ظهرك قريبا من المقعد. توقف لثانية في أسفل الحركة، ولا داعي للنزول أكثر من اللازم لكي لا تسبب ضغطا غير مرغوب فيه على كتفيك. وأنت تصعد ركز جيدا وتخيل أنك تدفع جسمك للخلف مع الحفاظ على الصعود العمودي، ثم افرد ذراعيك جيدا مع عصر العضلة في النهاية. التمرين آمن في حالة قمت بأدائه بشكل سليم، ومع ذلك إذا كنت لا تمتلك مرونة كافية في كتفيك وتشعر بالألم أثناء الأداء، فاستبدله بتمرين الضغط المثلث كونه أقل ضغطا على الكتفين. استهدف ما بين 10 و12 تكرار في 3 جولات. بهذه التمارين تكون قد عزلت الرؤوس الثلاثة للترايسبس بأفضل طريقة ممكنة، ومع الممارسة باستمرار وتطوير مستواك وأدائك في التمرين ستتمكن من الحصول على الحجم والقوة التي ترغب فيها. الآن أخبرنا أي من هذه التمارين ستبدأ في ممارستها؟ إلى هنا ينتهي موضوعنا، ونتمنى أن تكون قد استفدت معنا، ونطلب منك دعمنا عبر مشاركة المقطع مع أصدقائك، كما ندعوك للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس إن أردت التوصل بجديدنا فور نشره. فالسلام عليكم.